إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لقد راجعني بعض إخواننا في المرة الماضية بخصوص الكلام الذي نقلته عن الدكتور يوسف القرضاوي، والذي يهون فيه من أمر الشيعة ويحاول التقريب بين السنة والشيعة، واستبعد أن يصدر هذا الكلام من الدكتور يوسف، وعلل ذلك بأن بيني وبين الدكتور نوع من العداوة الفكرية. ولو يعني هنسلم بهذا الاتهام العداوة الفكرية، فلا يمكن حتى لو عاديته فكريا أن أفتري عليه، وأنا رجل مشتغل بالحديث وأشتغل بالحديث منذ قديم، وأثر هذا العلم على حياتي الشخصية، فأنا لا أقبل الكلام في الناس إلا ببينة واضحة، وأنا أعرف كيف تنقل الأخبار، وهذه المحاضرة مسجلة عندي وأنا سمعتها بنفسي، وهذا الكلام قيل أيضا قديما لما أنكرت على الدكتور المذكور إباحته للرجل أن يصور نفسه بالفيديو وهو يجامع امرأته، وقالوا إن هذا الكلام لم يقله الدكتور أيضا. وبعض الإخوة يعني سحب لي نص الحلقة من على موقع الدكتور من على الإنترنت، وقرأته في مسجد العزيز بالله أيضا في ذلك الوقت، وكان الكلام كما قلته بالحرف الواحد. فأنا أرجو يعني من الإخوة ألا يعني يخضموا حق الحق برعاية الخلق. أنا ليس بيني وبين الدكتور أي خصومة، لا على مال ولا على دنيا، بل أنا لم ألتقي به قط ولم ألتقي به، ولكن من حق العلم طالما أن الكلام عام يسمعه الملايين في الفضائيات، فأنا لا يمكن أن يكون هناك خطأ يسمعه الملايين ثم ينكر علي أن أصححه مع عدة ألوف، بل كان من العدل أن يرد عليه أيضا في المكان الذي يسمعه الملايين أيضا. وهذا كله رعاية لحق الله عز وجل ألا يبدل شيء من دينه، لا سيما في الفترة الأخيرة في الدكتور فتاوى عجيبة، يعني أنا لا أستطيع أن أفسرها أبدا بمجرد الجهل بالعلم، لأن أنا مش ما عندي الحقيقة أي وجه لتمرير هذا الخطأ كيف كان، بالذات الفتوى بتاعته لما كان الأمريكان بيضربوا أفغانستان، هذه فتوى لا يمكن أن ينطق بها رجل قرأ أبجديات العلم الشرعي، أن يقول أن يجوز للجندي المسلم الأمريكي أن يضرب المسلمين في أفغانستان إذا صدرت له الأوامر بهذا الضرب، ويقول لأن إذا أبى أن يضرب سيتهم المسلم الأمريكي في ولائه لبلد طز في البلد طز في أمريكا كلها. من الذي يقول في الدنيا أن مسلم يركب طائرة ثم يصب ألوف الأطنان من الذخيرة ليقتل الألوف أو المئات من المسلمين
ويروح دمهم هدر لمجرد أن لا يتهم في ولاء لأمريكا أو في ولاء لبلده. من الذي يقول هذا الكلام؟ ده العلماء لما تكلموا على الإكراه قالوا يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر ولا يجوز له أن يقتل حتى لو كان مكرها. يعني صدرت له الأوامر إن هو يضرب واحد بالنار وإلا حيتضرب هو بالنار، لا يضرب بالنار، ولكن لا يجوز له أن يضرب أحدا معصوم الدم بالنار حتى يقتله، لأن دي ما فيهاش إكراه. إراقة الدم المعصوم ليس فيه إكراه، إنما يكره على أن يقول كلمة الكفر ماشي، لأن ده حق الله تبارك وتعالى محضا. سد التكفير دي حق الله محضا، والله عز وجل يسقط مثل هذا الحق عن العبد إذا كان مكرها. لكن إذا أراق الدم المعصوم ده أصبح فيه حق آدمي، وإحنا اللي نعرفه من الأبجديات برضو العلم إن من شروط التوبة إذا كان في جناية على الغير أن الله عز وجل لا يقبل توبة التائب حتى يرد الحقوق إلى الغير، سواء كانت حقوق مالية أو كانت يعني أو كانت حقوق أخرى. فإحنا لما بنرد على الدكتور ونقول ده غلط، تجد الذين يتعصبون للجماعة وإطار الجماعة على حساب الحق ينبعثون جدا، ويقول لك إزاي بتكلم الدكتور الفرداوي والرجل ده رجل فاضل ورجل عالم. طب ما أنتم بتتكلموا في الألباني ليل نهار، والألباني أفضل منه وأعلم منه، أفضل منه ما أقصد طبعا عند الله، لكن أفضل منه في الدنيا يعني وفي خدمته للعلم، ومع ذلك بتكلموا على الألباني ليل نهار. وإحنا لا نرد عن الألباني أبدا ما أخطأ فيه، بل نوافقهم على الكلام في الألباني إذا أخطأ الألباني، بل إذا أخطأ من هو أكبر من الألباني يرد على من هو أكبر من الألباني، إن شاء الله حتى يكون صحابي، يرد على الصحابي خطأ رعاية لحق الله ورعاية لحق العلم. لكن الأسماء الكبيرة دي تخض العوام الذين لا يعرفون شيئا من العلم. إنما كما نقلت عن ابن الجوزي في مجالس صيد الخاضر، ولعل أكثر الإخوة الجلوس يحضر معنا مجالس صيد الخاضر، أن ابن الجوزي كثيرا ما كان يقول يعني كلاما معنا لا ترهبني بالأسماء، جبش أي اسم كبير وتوقفه قدامي كده حتى لا تجعلني أنطق، فإن الحق أكبر من الأشخاص. فأنا يعني بأطمن يعني الإخوة أنني يعني عندما أنقل كلاما إنما أنقله بعدما أتأكد من مصدره، كما قلت رعاية لحق العلم الذي أحمله منذ 25 عاما، ألا وهو علم الحديث. وقد أثر هذا العلم كما قلت على حياتي الشخصية، فأنا لا أقبل كلاما من أي إنسان كائنا من كان إلا إذا توفرت فيه الصفات التي تتوافر في الراوي الذي ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عود إلى القراءة من كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ده معناه أن شجاع بن مخلد هو الذي قال ابن علي. فيمكن أنا تكلمت في أوائل هذا الدرس أن ابن علي هو إسماعيل كان يكره أن ينسب إلى أمه، وكان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. والإمام مسلم كان حريصا على أن ينقل الرواية كما تلقاها عن شيخ، فهو قد روى هذا الحديث عن زهير بن حرب وشجاع بن مخلد. قال زهير: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، اللي هو إسماعيل بن علي. يبقى إذن اللفظ الأولاني هذا هو لفظ الشيخ الآخر لمسلم. حدثني أبو حيان، وأبو حيان ده اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان. حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني
وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. وهذا معناه أن الصحابي ما كان يحدث إلا بما يتيقنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الشيء الذي كان يشك فيه فما كان يحدث به. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، عيد ماء اسمها خم، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، اللي هو الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا حض على شيئين، وسمى كل شيء منها ثقلا، أولهما القرآن كتاب الله عز وجل وهو ثقيل، لقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأن جملة الأوامر الشرعية التي يسميها الفقهاء بالتكاليف، وإحنا في مجال السيد الخاضر كنا عقبنا على كلمة التكليف هذه، وأنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما وردت في كتاب الله في معرض النفي وليس في معرض الإثبات، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ورد التكليف منفيا لا مثبتا، وإلا فإن النفس المؤمنة ترتبط بما يأمر به الله ورسوله، ولا يسمى تكليفا بمعنى أنه صعب تحقيقه، لأن الله عز وجل تكفل ووعد بأنه لن يجعل علينا حرجا في دينه عز وجل، بل دينه كله يسر، فمهما كلف المؤمن بأمر فإن حياة الروح في هذا الأمر الشرعي مهما كان ثقيلا. لذلك الصواب ألا نسمي الأوامر الشرعية بالتكاليف، إنما نسميها بالأوامر الشرعية. فكتاب الله عز وجل ثقيل بسبب هذه الأوامر، لأن المرأة قد يؤمر بالشيء الذي تضرب بسببه عنقه، أو يخرج بسببه من داره، أو يشرد في الأرض بسببه، لا سيما إذا كان من أهل العلم الذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأن يصبروا على أذى الخلق حتى يلحقوا بالحق، ولا يبدلوا ولا يداهنوا، يعني رعاية لهؤلاء العوام. وأهل البيت اللي هو طبعا المقصود بأهل البيت كما سيأتي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والمقصود بهؤلاء ما كان عندهم من العلم الشرعي، من العلم الشرعي. قال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فقوله نساؤه من أهل بيته أي بالمعنى العام، أي بالمعنى العام، ولكن أهل بيته يعني بالمعنى الخاص، يعني بالمعنى الخاص. فالرجل يقال عن المرأة، عن امرأته، أنها من أهله، يقال عنها إنها من أهله، فأم من أهل بيته بالمعنى الإيه؟ بالمعنى العام. أما المعنى الخاص
وهو الذي عناه زيد بن أرقم، فهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. وسيعني يذكر بعد ذلك زيد بن أرقم ما معنى آل البيت بالمعنى الخاص. حدثنا محمد ابن بكار بن الريان، حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان الثوري، لأنه هو سفيان ابن سعيد بن مسروق، وكان رجلا محدثا ثقة. عن يزيد ابن حيان عن زيد بن أرقم عن ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. وهذا الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه ابن حبان في صحيحه، قال حدثنا عفان قال حدثنا حسان ابن إبراهيم بهذا الإسناد سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير كلاهما عن أبي حيان، كلاهما يعني محمد بن فضيل وجرير بن عبد الحميد الضبي، كلاهما يرويه عن أبي حيان اللي هو اسمه يحيى بن سعيد بن حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل. وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان عن الهدى، ومن أخطأه ضل. مسلم روى هذا الحديث بإسنادين إلى أبي حيان، الإسناد الأولاني عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد ابن فضيل، وقد رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني في الكبير من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد ابن فضيل. أما حديث جرير بن عبد الحميد الضبي فأخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنن الكبرى، قال أخبرنا زكريا بن يحيى السكزي قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم اللي هو إسحاق بن راهوين بهذا الإسناد سواء. قال مسلم: حدثنا محمد ابن بكار بن الريان حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه، وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلال. وفيه فقلنا: من أهل بيته؟ نساء؟ قال: لا. فهذا يظهر أن فيه تناقض ما بين رواية أبي حيان عن يزيد بن حيان وما بين هذه الرواية، لأن في الرواية الأولى قال: نساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم. وهنا يسأله: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. طبعا لا تنافي، لأنه هناك أثبت أن نساءه من أهل بيته بالمعنى العام، وهنا يتكلم عن المعنى الخاص، وسيبين زيد بن أرقم مراده من ذلك. قال: نساءه من أهل بيته؟ قال: لا. وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، العصر أي الوقت، يعني تكون المرأة مع زوجها فترة من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وأمها وقومها. يبقى المرأة لما بتطلق وترجع إلى أبيها لم تعد امرأة الرجل، فلا تكون من أهله، إنما أهل بيته أي أصحاب الصفة الثابتة التي لا تنقل عنهم مهما حدث، لا تنقل لا بقطيعة رحم ولا بطلاق ولا بنحو ذلك، اللي هم إيه؟ هم أهل العصبة، أصحاب الميراث. هذا المقصود إيه؟ بأهل البيت. قال: ويم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
يبقى هذا هو المقصود بآل البيت الذي أراده زيد بن أرقم رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه مطولا بهذا الطول الإمام الطبراني في المعجم الكبير من طريق كثير بن يحيى عن حسان بن إبراهيم بإسناد عند الإمام مسلم سواء. الذين حرموا الصدقة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. واحتج الشافعي رحمه الله بأنهم جميعا حرموا الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. والصواب حرمة الصدقة على كل هؤلاء، وإنما حرم الصدقة والزكاة معا كما هو ظاهر الخبر لتنزيه آل البيت وتكريمهم وتشريفهم أن يأكلوا شيئا من أوساخ الناس. وقد روى الإمام مسلم من حديث عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيع قال: اجتمع الحارث ابن ربيع والعباس ابن عبد المطلب فقال: لو أرسلنا هذين الغلامين، يعني أنا والفضل ابن العباس، أنا المتكلم اللي هو عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيع بيقول إن أبا الحارث ابن ربيع وعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام اتكلموا مع بعض، فقال: لو أرسلنا هذين الغلامين لعبد المطلب والفضل ابن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعملهما على الصدقة كما فيؤديان ما يؤدي الناس وينتفعان بأجر لأجر العاملين عليها. وكان عبد المطلب والفضل بن عباس لم يتزوجا بعد، فليس لهما من رافد المال شيء. فلو اشتغل يعني في وظيفة جمع الزكاة ويأخذوا من سهم العاملين عليها مرتبات يعني ليستعينوا بمرتبات في الزواج، هما بيتكلموا دخل علي بن أبي طالب فشوروه في المسألة: عايزين نبعث الغلامين دول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كذا وكذا وكذا. فقال لهما: لا تفعلا، فوالله إنه لن يفعل، مش هيوظف الغلامين دول. قال فعرض به الحارث بن ربيع، قال: والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك، فلماذا تنفس علينا هذا؟ يعني احنا اخذت بنت النبي وما ولم نحسدك على هذا الشرف وهذا النسب العالي، فجاي دلوقتي عمال تحسد في الولدين ومش عايز بقى تراضينا بكلمتين والكلام ده. فقال علي: ارسلوهما. واضطجع. وفي روايه يونس بن يزيد عن الزهري قال: انا ابو حسن القرن، القرن اللي هو فحل الابل، خلاص بقول انا يعني ابو حسن زي ما احنا بنقول كده راجل عرب، انا مش قلت لكم الكلمتين دول انه لن يوافق؟ طب انا نايم نهار حتى ما يرجع، لن ابرح مكاني، لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حور، قال العلماء الجواب، أي حتى يرجع إليكما بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى يرجع بالخيبة، وأنه لن يوظفهما في هذا. أصل الحور هو الرجوع، كما قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلينا مرة أخرى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون، أي أعوذ بك أن أرجع إلى النقصان بعد الزيادة. وفي رواية: أن اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. والكون مصدر كان التامة، أي أعوذ بك من إلى النقصان بعد أن كنت تاما يعني، خلاص. فالحور هو الرجوع، والمعنى له هو الأقرب والأليق بسياق الحديث. المهم
انطلق عبد المطلب بن الحارث والفضل بن العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، وبعدين سبقوه إلى الحجر. وكان في هذا اليوم عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، فوقفوا له على باب الايه؟ باب الحجر. فلما رآهما تبسم وأخذ بأذن واحد منهما وقال لهما أخرجا ما تصرران. ما تصرران يعني اللي انتوا كاتمينه في ايه؟ اللي انتوا كاتمينه في قلبكم. فلما دخلوا قالوا يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس للرحم، وقد بلغنا مبلغ النكاح، فلو استعملتنا كما تستعمل الناس على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونأخذ كما يأخذ الناس. قال فسكت طويلا حتى هممنا أن نكلمه تاني مرة ثانية يعني. قال وزينب تلمع لنا من وراء الحجاب لا تكلمه. فلما يعني سكت المدة دي قال لهما إنما الصدقة أوساخ الناس، إنما الصدقة أوساخ الناس، وإن الله حرم على آل محمد الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة أوساخ الناس لأن الصدقة تطهر صاحبها، زي ما يكون واحد عرقان وعليه طين وتراب وراح خد دش اغتسل، لو نظر إلى الماء لوجد أن الماء متغير من التراب والطين والكلام ده. فالرجل إذا تصدق بصدقة تقوم غسلاه من ذنوبه، وطبعا الصدقة بتاخد الذنب زي الإسفنجة كده لما بتشرب الله. فهذه الصدقة لما بتروح لواحد تكون ملوثة بذنوب المتصدق. فمن شرف آل البيت وكرامتهم أن يصونهم الله عز وجل أن يأكلوا شيئا ملطخا بأوساخ الخلق. ولذلك كما في حديث أبي هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي معه تمرا من تمر الصدق قال له كخ كخ أو كخ كخ أو كخ، ثلاث إيه؟ ثلاث يعني يعني ثلاث منطوقات للكلمة. فقال إن الله حرم، أما تعلم أن الله حرم علينا الصدقة؟ طبعا الحسن بن علي كان صغيرا لم يكن مكلفا، لم يكن مكلفا آنذاك، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الحسن بن علي 8 سنين، فلم يكن مكلفا آنذاك. والعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الصغير، أن الولي يجب أن يمنع الصغير عن المحرمات كما يمنع الكبير، ولا يجعله يفعل شيئا من المحرمات بدعوى أنه صغير لم يجر عليه طلب التكليف. قال واحتجوا بهذا الحديث لأن الحسن بن علي لم يكن مكلفا، إنما تحرم الصدقة على الكبير، إنما يحرم الشيء على الكبير الذي يعقل. يعني ما يجيش مثلا واحد كده يلبس ابنه خاتم ذهب ويقول ده الولد لسه سنه 4 سنوات، وإنما حرم خاتم الذهب على المكلف بدلالة إيه؟ بدلالة هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة من التمر على فراشه فقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم وجد مرة تمرة فأكلها فتغير بطنه عليه فقال أخشى أن يكون من تمر الصدقة، أخشى أن يكون من تمر الصدقة. فلما يعني أراد عبد المطلب بن الحارث والفضل العباس ان هم يعني يشتغلوا في جباية أموال الزكاة حتى يعني يكون عندهما قدر من المال يتزوج به، حرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه العلة، إنما الصدقة أوساخ الناس وإن الله حرم الصدقة على آل محمد. ادعوا لي محمية، ومحمية ابن جزء هذا كان على الأخماس، كان على الأخماس. فلما دعا محمية قال
أنكح هذا ابنتك، أنكح هذا، وأشار إلى فضل بن العباس، وأرسل إلى نوفل بن الحارث وقال أنكح هذا ابنتك اللي هو إيه عبد المطلب ابن الحارث، ثم قال وأخرج لهما من الأخماس كذا وكذا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس، وكذلك كان ذو القربى لهم في الفيء أيضا، فإما أن يعطيه من خمس الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سهم ذوي القربى. فأمر محمية ابن جز أن يجهز يعني هذين من الأخماس التي هي من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فآل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة هم كما قلت بنو عبد المطلب بنو هاشم، والذين هم سماهم زيد، قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته لما سمي أبا تراب. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. حدث بينهما ما يحدث بين الأزواج من بعض المنغصات أو بعض الخلافات فغاضبها فخرج ولم يقل في البيت ولم يقل من القيلولة وهي النوم في نصف النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. فهذا هو السبب في تكنيته بأبي التراب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان وفي كتاب الصلاة عن قتيبة بن سعيد شيخ مسلم فيه. فهذا الحديث متفق عليه إسنادا ومتنا، ورواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد سواء، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب. قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الإسناد سواء. وفي هذا جواز أن يكن المرء الآخر بصفة له أو بأي شيء معه. النبي صلى الله عليه وسلم كنا رجلا بأبي الورد لأنه وجد معه وردة، وكنا أبا هريرة بذلك لأنه وجد معه هرة في كم قميصه، وكنا علي بن أبي طالب بأبي التراب للتراب الذي علق بثوبه لما نام على أرض المسجد. فالإمام ابن السني رحمه الله عقد أكثر من باب في كتاب عمل اليوم والليلة في مسألة الكنى، وأنه يجوز أن يكن الرجل بشيء من ذلك. يعني مثلا الرجل له آذان طويلة فقلت له يا بودان مثلا
أو يا من يأذى الأذنين هذا لا بأس به، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنس بن مالك. تعرف أنس بن مالك برضو كان كنيته أبو داء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا ذا الأذنين لطول في أذنه. وطبعا المسألة دي مرهونة بكون المكنى لا يتأذى بذلك، المكنى لا يتأذى بذلك، أما إذا تأذى بذلك فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يتأذى بأن يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء. عشان كده كانت أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنية أبو التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لطفه لما وجد بينه وبين فاطمة شيء ما لام عليه. وكذلك ينبغي أن يتعلم الرجل إذا زوج ابنته لرجل يجب عليه ألا يعني يفتات عليه، وأن يلاطفه رعاية لرحم ابنته عند هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل علي بن أبي طالب لما غاضبتها وما هو السبب في مثل هذه المغاضبة، ليه؟ لأن هذه أشياء متكررة في الحياة الزوجية، فلو وقفنا عند كل موقف وقعدنا نعاتب ونرى من المحق ومن المخطئ صار كل موقف قضية برأسها. وطبعا الأصل هو تهميش وتصغير المشاكل بين الرجل وامرأته، ده الأصل. حتى لو كانت مسألة كبيرة ينبغي على الرجل العاقل أن يمرر مثل هذا، وأن يقول يعني إن يعني الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يحدث بينهم مثل هذا، ولا تخلو الحياة من مثل المناغصات دي، ويمر على المسائل مرور الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سؤال يقول كاتبه: استعمال المساحيق وأدوات التجميل الأحمر وغيرها تحت النقاب عند الصلاة، هل توجد حرمة لذلك من ناحية التبرج بالزينة، وهل يجوز بعد الوضوء؟ أنا برضو لي سؤال: المرأة التي أتت لتصلي بين يدي ربها لماذا تضع المساحيق على وجهها؟ إنما المرأة إنما تتجمل لزوجها بس، ولذلك يقبح بالبنت البكر أن تضع المساحيق على وجهها. والبنت البكر يوم ما تحط المساحيق على وجهها تبقى بنت بجح، عندهاش حياة. إنما الزينة تكون للمرأة المتزوجة لزوجها. فأنا وإن كنت أقول يعني أنه لا يحرم طبعا وضع المساحيق حتى لو جاءت المرأة إلى الصلاة، ولكن قبيح بالمرأة المحصنة المرأة العفيفة إنها يعني تضع المساحيق ثم تأتي إلى المسجد حتى يراها يعني أخواتها، حتى يراها أخواتها المسلمات. لا فائدة حقيقة من هذا، وأنا أرى أنه بخلاف الحياة. هل يجوز لرجل أن لا يأخذ من أموال الصدقة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الرجل ظروفه سيئة؟ والله إذا كان يعني رجلا صبورا ويعني عايز يتعفف والله ده كويس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت إنما تحرم الصدقة على آل البيت خصوصا، أما الصدقة فقد أخذها من هم أفضل من كاتب هذه الورقة، قد أخذها صحابة كانوا يأخذون الصدقة وكانوا يتقبلونها، وليس هناك عيب أن يتلقى المرء مثل هذا، لا سيما إذا كان محتاجا بدلا من أن يمد يده ويطلب هو بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما جاءك من غير إشراف نفس فخذه. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يصلي أيام ما كان في خلاف بين عبد الملك بن مروان وبين عبد الله بن الزبير، وكان بينهما قتال، فكان إذا أدركته الصلاة خلف عبد الملك بن مروان أو خلف حد من آل مروان كان يصلي، وإذا أدركته الصلاة خلف عبد الله بن الزبير كان يصلي، وإذا أرسل له هؤلاء مالا أخذه، وإذا أرسل إليه هؤلاء مالا أخذه. فسئل في ذلك فقال: أما أنا فلا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزقا ساقه الله إلي. فهو لا يبتدئ أبدا بمد يده لأحد من هؤلاء، ولكن إذا
أرسل الله عز وجل إليه شيئا على يد أحد قبله. ومستند عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو الخطاب رضي الله عنهما في هذا هو الحديث الذي حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه لعمر بن الخطاب، لأنه قال له: ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا أي وما لم يأتك من غير إشراف نفس فلا تتبعه نفسك. نعم. يقول سائل: لو قال أحدنا لما لا أتبع فتاوى النووي مثلا في أن حلق اللحية مكروه وليس واجبا، يقصد ليس محرما يعني، وأن تقصير الثياب لا يكون واجبا إذا لم يقصد الخيلاء، والنووي عالم وابن عثيمين عالم، وأنا مقلد فأقلد أيهما؟ فهل في كلامه بأس؟ وما الذي يجبرني على العمل بترجيح شيخ والكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه والشيخ قد يرجع عما رجح؟ ده كذا سؤال جميل كويس. نحن نقول إنه لا يجب اتباع عالم بعينه، بحيث أنك لو خالفت هذا العالم تأثم، بل نقول إنه يجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، ومخالفه آثم. أما في من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مخالفه بآثم إلا في شروط معروفة، لا هتعرض لها إن شاء الله. أما اتباع عالم بعينه فليس واجبا، خلاص، بل الله عز وجل جعل العلم مشتركا مقسوما بين الخلق، يفتح لهذا ما أغلقه عن ذلك، وقد يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم مع البون الشاسع بينهما في العلم والفضل. تمام. لكن نقول للمقلد كاتب هذه الورقة أو أي إنسان مثله: إنك إذا سألت عالما فأعطاك جوابا فلا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال لعالم آخر إلا إذا حاك في صدرك شيء من فتوى العالم الأول، خلاص، لأنه إذا مثلا قدرنا أنه سأل عالما سؤالا فقال حرام، فسأل عالما آخر نفس السؤال فقال حلال، وهو مقلد لا يعرف كيف يرجح بين القولين، فإذا اختار قولا منهما كان متبعا فيه لهواه، لأن القول الذي اتبع فيه العالم الفلاني وطرح قول العالم الآخر لم يعرف هل العالم الذي اتبعه أصاب أم أخطأ، خلاص، يبقى إذا رجح أو أخذ قول عالم من العلماء فهو قطعا متبع لهواه ليس على بينة من دينه، خلاص. إذا هو قلد النووي في ذلك أنا لا أحرج عليه، إذا قال أنا اتبعت النووي في هذا وأنا مثلا أرى خلاف رأي النووي، الإمام النووي مثلا يرى أن إسبال الإزار مكروه وأن الحرمة مقيدة بالخيلاء، ده صح مش النووي فقط وقال به جماعة أيضا من أهل العلم، إذا اتبع هؤلاء أنا لا أحرج عليه، خلاص. لكنه إذا سألني وأفتيته بالحرمة ولم تعجبه الفتوى وظل يبحث حتى وجد قول عالم كان نووي كان أو غيره يقول بحكم أخف مني فاتبعه وترك قولي بدون أن يكون عنده حجة في ترك هذا إلى ذات، فهذا آثم، خلاص، لأن العلماء منعوا الانتقال بين المذاهب بين أقوال العلماء من قول إلى قول بدون حجة أو بينة، عايز تتبع من الأول اتبع وأنا لا أحرج عليه، لكن إذا سألتني وتركت قولي ولم يكن عندك حجة في هذا الترك وظللت تبحث عن قول أي عالم آخر يخفف لك الحكم فهذا هو المتبع لهواك، خلاص.
فإذا جمع الرخص وجمع الأقوال السهلة من المذاهب كلها هذا حرام لا يجوز. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا اتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. عشان كده احنا بنقول لإخوان لا تسأل السؤال لأكثر من عالم بقصد العمل، بقصد انك انت تعرف اقوالهم ايه، ليه؟ لانك ستقع في عمل. وكم من اناس في مسألة الطلاق بالذات، واحد يروح يسأل واحد يراه عالما يقول له الطلاق لم يقع، يقول لك لا الرجل ده مش عاجبني. طب ما رحت له ليه من الاول؟ فيقوم سايبه ويجيني مثلا يقول لي الطلاق في الحيض، رحت لجنة الفتوى فواحد قال لي الطلاق في الحيض لا يقع. اذا هو جاني كده وقال لي لجنة الفتوى قالت الطلاق في الحيض لا يقع، اقول له خلاص روح واعمل بلجنة الفتوى. فيقول لي لا انا عايز اعرف رايك انت يا ابني، ابعد عنه. ليه؟ هطيرها له اذا كانت الطلقه الثالثه ولا حاجه، هطيرها له. يقول لي لا انا لازم اعرف رايك لان انا واثق في رايك ومش رايك والكلام ده. اقول يا ابني انا الذي اعتقد ان الطلاق في الحيض واقع، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو القول الصواب الصحيح الذي تؤيده الروايات الصحيح. ان حديث ابن عمر في الطلاق حديث له ألفاظ كثيرة وفي اختلافات فيه، خلاص. والصواب اللي تتابع عليه رواية الثقات هو وقوع الايه الطلاق من الحيض. فيقوم هو يقول من عاقبة هذا العنت اللي هو بيعنده نفسه ان مراته تروح منه. فهو اذا راح وسأل من يعتقد انه عالم اول مرة، فانا انصحه ان لا يردد السؤال على عالم اخر الا اذا حاك في صدره شيء من فتوى هذا العالم، كأنه لمح عليه التساهل، او يعني قال له والله يا ابني يعني العملية مغمغمة على الاخر، بس يلا روح عيش معها بقى وامرك لله والكلام ده. يقول له كلام معناه حاجة تخوف، يعني كأن الرجل مش متأكد من الفتوى والكلام ده. ده اللي ممكن ايه، اللي ممكن بسببه يذهب الى عالم اخر حتى ايه، حتى يفتيه به الفتوى. فانا بقول لصاحبنا يعني كاتب هذا السؤال انه بقول يعني ليه، يعني ايه ما الذي يجبرني على العمل بترجيح شيء؟ نحن ما اجبرناك، انت الذي تجبر نفسك. يعني اذا تركت هذا العالم وذهبت الى العالم الاخر، من الذي اصلا يعني غصبك على ان تذهب الى هذا العالم؟ انت اذا كنت معتقد انه عالم من الاول واستفتيته وخلاص. انما اذا ترددت الفتوى بين اكثر من عالم فعليك ان تتحمل مسؤوليه هذا الترديد. والله اعلم.